تحت عنوان الحالة العربية في تركيا، الفرص والتحديات، أقيم في مدينة إسطنبول لقاء تفاعلي برعاية مؤسسة ميد التركية وبمشاركة عدد من السياسيين والمثقفين العرب والأتراك، وذلك لتبادل الآراء والخبرات في الميدان السياسي والثقافي. في هذه اللحظات يعني حقيقة نحن كنخب وشباب عربي وفلسطيني نحن نستطيع أن نقول أننا اليوم جنبا إلى جنب مع إخواننا الأتراك ومع عموم المهتمين بهذا البلد. هذا البلد بلد محوري يجمع ما بين حضارة الشرق وما بين مدنية الغرب، هو يأتي على مفترق طرق ما بين القارات. وجودنا في هذا البلد يعزز من انتمائنا إلى هذه المنطقة ويرفع ويعزز من قدراتنا وانتمائنا وتواصلنا مع الآخر. استقطاب تركيا لكثير من الشخصيات العربية وتحولها إلى مضيف لاحتضان الشباب العربي الثائر أنتج حالة ثقافية تمزج بين الماضي والحاضر. التاريخ الحضارة دائما يسعد ويرتفع الحضارة الإسلامية بعد هجرة، بعد أي هجرة قومية، هجرة كبيرة بعده فيها تغيير وفي يأتي الحضارة الإسلامية قوية. هذا فرصة لنا، يعني كثير من إخواننا جاء إلى تركيا وخاصة إسطنبول، أكاديميين، علماء والشباب والأفكار واللغات. خلال اللقاء قدم مثقفون وشباب عربي تجاربهم وخبراتهم في الميادين السياسية والثقافية، واستمعوا كذلك إلى تجربة الشباب التركي في هذا الميدان. ينظم هذا اللقاء لجمع العالم الإسلامي القادمين إلى تركيا من مختلف الأماكن والدول ليلتقوا في مكان واحد، يتفاهموا فيما بينهم، يتناقشوا مشاكلهم، يتناقشون لوضع خطوات عملية توحد الجهد الإسلامي وتوحد جهد أبناء المنطقة إنجاز التعبير وشباب المنطقة. ونبه القائمون على اللقاء إلى أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات وضرورة زيادة التواصل العربي التركي، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة من العالم المتأزم.